فقي ذا فقي الله يرفع الضغط. لا ترمي معك المكنسة كأنه سلحب بنت ابن الحلال. طيب بابا كيف؟ ماما كيف؟ انت كيف؟ اوف 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 وش ذا الحوسة؟ جايهم ذولا؟ صديق ما في خير، جينا والمكان حوسة، شكله ما نظف عقبنا أمس. من يوم ما طلبنا نزيد راتبه، رفضنا، بطل يهتم ولا ينظف. والله حرام نعطي له راتب واحنا نشتغل. صديق! صديق! إيه هرتوا عليه أعطونا عليها حمرة، تراكم مدلعينه. يا صديق! يا صديق! يا صديق! يا صديق! وش جاية ذا؟ مشينا يا عم. هذا مشكلة. قري 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 كثير. كلام كثير. هذا أكل نوم تلفزيون، أكل نوم تلفزيون بس. وراتب ما في قليل، شوية فلوس. أنا كلام في زيادة ما في، كله كسم كسم كسم. أيوة من أصفي أدخل أصفي. سلامات، سامعني ومطنش أنت ورا ما جيت. بابا إيش في مشكلة؟ أنا في كلام بابا ماما أخو مالانا صغير هم هم لقمة أكل. إيش في مشكلة أنت؟ قايل لك يا عامر إنه متغير، بلاكم معطينا وجه فوق اللزوم، ما خرب العمان إلا أنتم. أسمع يا صديق، عليك خصم 200 ريال بعد ما نرجع ألقى الاستراحة نظيفة، تفهم ولا ما تفهم؟ بابا كله كسم كسم كسم، منصير راتب مال أنت بابا. عاد هذا اللي عندي، وإذا تكلمت مرة ثانية أبخصم عليك زيادة، تفهم ولا ما تفهم؟ تفهم. أشوى يلا مشينا عيال. نزل الجوال. إن شاء الله على كسمي. يا عيال إيش رأيكم نسفر صديق ونفتك منه؟ إي والله يستاهل خروج نهائي بلا عودة. مهبول أنتوا إياه، ومن اللي يشتغل عندنا بالاستراحة ها؟ تبون نبلش؟ وإيش رأيكم نستقدم واحد أحسن منه؟ يجيكم واحد جديد وتبحلون به، يا بيلكم سنة تعلمونه، ومن يقرب عليكم، ومن يخرب عليكم، إلا خلكم على عاملكم، بس وشو ارتسوا عليه أدبوه. وهو صادق ولد عمي، نأدبه. خل الفخذ حقي ذا خل. قولوا يا عيال. الحين وش تبي بهذي قطعة غيارة غالي؟ خذ لك يابانية أرخص وتصبر لك لسنين. أناك ما جربتها، تغير رأيك. ها؟ وماله نجربه. يلا. ايش الجو البيض هذا؟ حط شي خلي تنكس. يلا. ولد ولد ولد. اها اها اها. ها صالح ما قلت لي كيف الموتر معك؟ والله ماشي ما جاز ما مثل الياباني. عل عل عليه بس. هو هذا اللي احبه، هو هذا اللي ابيه، هو هذا اللي ورا ما تطب بحجري ها؟ هو هذا اللي احبه، هو هذا اللي ابي. ها! الرجال صدمته! الرجال! وين رايح؟ وقف! وقف! وقف الرجال! صاحي انت وراك تسلم وتنحاش. انا عارف ليش انحاش، بيوهقني يقول كنت انا اللي اسوق. لا لا تصيح حسب الخامة مثلك. هي ارفع لومك، هذا ولد عمي. هي عامر ولد عمك اخطف حقي. يا ابن الحلال ما اخطف حقك، هذا خضاء وقدر. يا عيال تتوقع صار في شيء؟ صدمه قوة، اكيد الراجل تكسر ويمكن انه مات، وفي النهايه انا اللي ببلعها. لا حول ولا قوه الا بالله، خويك هالحقنا بيربكنا.
والله مو موهقنا انت يا البزر، يا ريتني ما اعطيتك السياره يا شيخ. ورع انت وياه. خلاص يا اخي هدوا. خلاص خلاص، هنا حفرنا هنا دفنا، قفلوا الموضوع يا عيال. افضل شيء كل واحد يروح بيته. يلا يلا قدامي، يلا همش. اصفي ورع بزر، اصفي انقلع انقلع انقلع، سو ساهي يلا. ما هو سوي ساهي وجع هالطمارة ذي، ما تستحي عليك وعلى وضعك. انا اللي ما يستحي، مين يصدم نفر وينهاص؟ انا والله انت. وش تقصد؟ تقصد انا صدموا قوة، أكيد الراجل تكسر ويمكن النهمات وفي النهاية أنا اللي ببلعها. استانس ولا قوة إلا بالله، خويك هلحقنا بيربكنا. والله مو موهقنا أنت يا البزر، يا ريتني ما أعطتك السيارة. أثريك تسجل لنا يا نذل. هذا اللي ما حسبنا حسابه، خاين ولازم يعاقب. زف وجهك، انقلع انقلع عن وضعي. عامر أنا الجوال اللي معك أمسح اللي بوه وفارمته. اللي بوه وفارمته. أنا في ثلاثة نفر، واحد اثنين ثلاثة، كله في ثلاثة نسخة مع ثلاثة نفر. طلع مرتب أموره هذا الفقي، لازم يتأدب. يعني يبغى يضرب، أقول كل تبن والفقة. أنت يبغى يسوي اثنين زريمة، يضرب ويصدم. هذا في صدم، في ممكن كم أسرع، ممكن 50 سنة سجن، وفي موني يعني في فلوس. معلوم ولا ما في معلوم؟ يا صديقي ابن الحلال، انت وش فيك علينا؟ وش تبي بالضبط الحين؟ كلاس يا طويل انت. لا تصيح، فك وجب جوال ثلاثة كاميرا، وانا بعدين في فكر ايش اسوي. انا في استراحة مال صغن، هذا في جوال ثلاثة كاميرا، في صور شباب، هذا طباخ، هذا كناس، هذا عامر حق مصاوير ودي يجيب تعرو، هذا سواق مالعنا، هذا يزهق انا. قول له شباب مع السلامة. مع السلامة. قول صوت مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. سلام ورحمة الله وبركاته. ليه ما في انت السلام كويس صديقنا؟ ايه كأنك ستمون علينا، لا يكون بس بترسل مقطعنا لأخوياك. ايوه انا في يرسل، اس في مشكلة في سي عندك سي يا بزر يا ورع؟ لا لا ما في مشكلة، بس ان شاء الله بتحذف المقطع. حذفه الحين، انا زيان أبي أكل. خابر لك بوفية البطلة. أقول اسكت يا بزر، ألفقة أنا يبي مطعم فايف ستار. لا يا شيخ ما بقى اللهي. كله نفرات برج. يلا هيهم. هذا المطعم وجبنا أكله، وأي شيء تطلبه بنسوي لك إياه، بس وش تبي مننا يا صديق؟ ايش كلام انت؟ يا صديق شيخ صديق، ما في كلام صديق، كلام شيخ. تخسر ما يخص الا قسمك انت وودرك. خلاص يا عامر روقنا تكفى. خلاص يا صديق انت الشيخ، انت شيخنا كلنا. يخسر ويعقب. في كلام ثاني، انا يبغى زياده راتب 3000. هذا اللي ناقص يا عيال، قوم بلغ على انفسنا، ترى مسخ هذا. انت لو يبلغ عني كلكم ان شاء الله كلابوس. انا اقول يا عيال ننفذ طلباته ونفكنا من وجع الدماغ هذا. صحيح صحيح. صوف انت وهو هذا قوتي، انت ترمبة ترمبة معلوم. انتم في طلب بسيط صغير. اوه هذا اللي ما يعطى وجه. هذا اللي ما نعطى وجه. اقول لك ابي ارس
أبي ولد يصيل اسم مال أنا. من زين اسمك ولا من زين خشك؟ لا من زين خصك كنت ووزهك وذبحك وصنبك اللي تقول أريل. إيه أقول أخلص علينا وش تبي؟ فلوس ما فيه مال مهر أرس ما فيه وسقة ما فيه ذهب ما فيه تقطوا أنتم كراتين قواطي ترمبات تقطوا وأعرس أبي أعرس راها. يا ليل من وين جيب لك عروسة أنت وجهك بعد؟ لا لا ما في مشكلة. أما أنا كومار استهيت على وجهي في 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 بنت أنا يا رسالية إن شاء الله بس أنتم دبروا أنفسكم شوف الموضوع إن شاء الله good very nice. آئیے خوش آمدید. شکریہ. عاد وراكم لبسينها ناموسية علشان البعوض ما يقرصها. ما في مشكلة اكسف اكسف. ما شاء الله ما شاء الله وش ذا الزين. شكريه. أيوة وش ذا الزين أنا ما أعرس. ما شاء الله الظاهر أعطيتكم وجه. أقول بزر أسى أكل أكل نفرات يلا وريع. أبشر أبشر يلا يلا يا عيال مشينا. يلا هيهم يلا هيهم. تفضلوا حياكم الله على واجبكم. يلا هيهم تفضلوا على واجبكم. يلا هيهم. وش ده انتو هو ما تستهون. لا يا شيخ كنك فليتها. اقول واسكت لا اسمع صوتك. المفروض زايب للرزازيل مفتح. ابشر الحين اجيب لك مفتح. انقلع بس لا تطق. سل انت وياه. سام ابشر يلا شكرا. يلا يلا هيهم. شكريا شكريا يا هلا الله يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. عندكم مفطح؟ عندنا مفطح. كم؟ عندنا نوعين، الصغير ب1300 والكبير ب1700. الأجل عطنا الصغير. لا 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 عطنا الكبير. الكبير ايش فيك انت بيفصل علي ذاك كبير؟ اي نزل كبير. الو نزل عندك واحد مفطح كبير الان. لو سمحت نص دجاجه مندي وكثل لي الزبيب.
خير انت وياه؟ مضيعين شي ابو وجهي؟ لو سمحت. نعم. قد انصدمت؟ ايه. متى؟ قبل اسبوع. تتذكر اللي صدمك؟ ايه. زوجتي لما طلبت مني الطلاق. وين؟ مو قصده صدمة عاطفية، صدمة موتها. ايه، أنا كل أسبوع أنصدم مرتين ثلاث، لكن ربي يستر عليه. قولوا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أجل أنت اللي صدمناك قبل أسبوع؟ ايه، أنا الوحيد اللي في الرياض ينصدم ولا يجيني شيء. قولوا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أجل أبشر بالمفطح تستاهله. مفطح؟ مفطح وشو؟ هذا المفطح هدية لأن صدمناك قبل يا عم. بيض الله وجهكم، أجل خلوني أروح أقرب السيارة، وأنت مع دبي دجاج. طيب لو سمحت الحساب. كم الحساب؟ 1700. أبشر القطة عيال. حرام عليك يا عم، ما شفت السيارة قدامك؟ يلا تعال خلنا نوديك المستشفى بسرعة بسرعة. ما يحتاج ما يحتاج، قولوا ما شاء الله ما شاء الله. لا يا عم لازم لازم اوديك، اطمن عليك. يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. حياك حياك. الحمد لله ان الله سلمك، بس لازم نطمن عليك ونسوي اشياء. اوه ابو محمد، لا 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 ده مش محتاج اشياء ولا اي حاجه خالص، ده بس استريح شويه وخذوا فيديو وانتم ماشيين. السلام عليكم. اجل انا استاذنكم، ما تشوف شر يا عم. المهم يا عم، عامل الاستراحه عندنا وناشب ولا يبي يطلع. ترى حس سربنا ولعب حسبتنا. والله يا هو فاقع قلبي بعد. أجل يقول لكم يبي مفطح ها؟ حياكم الله على واجبكم. حياكم الله على واجبكم. آجوا آجوا آجوا. أقلطوا. أجل تبون مفطح ها؟ أركب بديتك.